لا بنتي ما تطلعش من مطرحها وتترمي وسط المخابين. اصرف عليها ان شاء الله مليون جنيه، بس علاجها يكون تحت عينينا. انا مستعد اصرف مالي كله، لكن الدكتور قال ان ده احسن حل. فيها ايه المصحه دي؟ ما نقدروش نجيبوه، دكاتره ادويه مكان بالكهرباء نجيبه هنا وما نبهدلوش البيت. فيش غير حل واحد علشان ما ندخلش في مرحله الخطر. قول يا دكتور، انا مستعد لاي حل بس تطلع من اللي هي فيه. ست فاطمه لازم تتنقل مصحه في مصر. مصحه؟ مصحه كيف يعني؟ مصحه امراض نفسيه. بتقول ايه يا دكتور؟ عايزني اودي بنتي مستشفى المجانين؟ يا سياده النائب انت راجل متحضر. وبعدين المصحه دي بتضمن ان الست هاني موجوده تحت رعايه مكثفه. اطمن، هي مش هتقعد هناك اكتر من اسبوع اسبوعين بكتير. ايوه يا دكتور فخري، لكن ارجوك بلاش الافكار القديمه دي اللي بتقول ان العلاج النفسي ده عيب وما يصحش. دي احسن طريقه لانقاذها. وبعد كده اطمن، انت ممكن تطمن عليها بنفسك. علاج نفسي؟ البت دي حظها مخربط طول عمرها، مع انها احن واطيب اخواتها. والله انا من واجب اقول لك ان ده الوقت المناسب لانقاذها، لاننا بعد كده ما نضمنش المرض ممكن يودينا لحد فين. تنعس لوحديها، كل واحدة فيكم تنام جنبها ليلة. ها؟ اهدي يا بنتي، اهدي يا حبيبتي، اهدي. لا بنتي ما تطلعش من مطرحها وتترمي وسط المخابين. اصرف عليها ان شاء الله مليون جنيه، بس علاجها يكون تحت عينينا. انا مستعد اصرف مالي كله، لكن الدكتور قال ان ده احسن حل. فيها ايه المصحه دي؟ ما نقدروش نجيبوه، دكاتره ادويه مكان بالكهرباء نجيبه هنا وما نبهدلوش البيت. كل الحديد ده قلته للدكتور لكنه مصمم على رايه وحمل لي نتيجه تاخير. يعني ايه؟ يعني بنتك حالتها خطيره، حالتها خطيره، والمصحه دي مفتخره وغاليه قوي، ما بيدخلهاش غير ولاد كبارات البلد، وبنتك هتقعد في مطرح لحالها ما هيشوفهاش غير الدكاتره اللي بيعالجوها. عيني عليك وعلى صابك يا بنتي. فهمين يا ام فاطمه، انا كمان مش مرتاح للحكايه دي، لكن ما اقدرش اقول لا، وبعدين ارجع عندك بعد كده. ها؟ كيفك يا بدير؟ ايه احوالك؟ خير يا بدير؟ استاذ فرحات وصل لواحد جوه الفندق هيحط عينه على شفيق ويطمننا اول باول، لكن هو هيقول حاجه غريبه. هيقول يعني قول يا بدير. حاضر حاضر، ما انا بتحدث اهو. هيقول ان شفيق اتجوز البت دي، قصدي كاتب عليها. ايوه كاتب، كاتب عليها زي الناس ما بتعمل. متاكد؟ وماله نتاكد تاني؟ وانا ذنبي ايه بس يا عمي؟ حاضر حاضر يا عمي، ماشي حاضر. طب احنا دلوقتي نتصرف كيف؟ نفضل الحصول لغايه ما شهر العسل بتاعه يخلص، ولا جنابك لك راي تاني؟ عسل ايه وهبه بزرق على دماغك؟ ما فينا الاستاذ فرحات ما فهمش حاجه من حديثك الماسخ ده. كيفك يا استاذ؟ ها؟ اخبارك ايه ده؟
ايوه طبعا. خلي عينيكوا عليه لحد ما يجيلكم. سلام. خير يا جعفر؟ ايه اللي عصبك كده؟ بعدين اقول لك. المهم دلوك جهزي خلاجات فاطمة وكل اللي تحتاجه في شنطة، ها؟ وخليكي معايا لحد ما عاد السفر. اطمن خلاص. هي دلوقتي هتنام 10 ساعات على الأقل نوم مريح جدا. الأدوية اللي خدتها هتساعدها على كده. إن شاء الله من النهاردة المتخصصين هيبدأوا الجلسات معاها. الجلسات دي يا دكتور هتطول؟ لا، ده موضوع طويل قوي ومعقد جدا. المهم إن أنا متفائل إنها إن شاء الله مش هتفضل هنا كتير. أهم حاجة عندنا إنها تبعد عن عالمها القديم ولو الفترة قصيرة. ربنا يوفق.